بدي اياكم تنتبهوا للايات التاليه. فاخرجناهم مين؟ يعني فرعون وملأه وجيشه. فاخرجناهم من جنات، لاحظوا، من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. إذن بني إسرائيل ورثوا مين؟ ورثوا مين؟ فرعون. طب كيف؟ ما هم خرجوا. طب كيف ما هم خرجوا؟ واللي خرجوا ما رجعوش. لأنه مش مدركين إنه بجوز غالبية بني إسرائيل ما طلعوش أصلا. إذا كان هم اليوم بجوز طلعوا منهم 100,000 بس. نروح للآية الثانية. الآية الثانية في سورة ثانية. كم تركوا من جنات وعيون، الآن مش وكنوز، وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. مرة أورثها مين؟ بني إسرائيل. ومرة أورثها مين؟ قوم آخرين. انتبهوا الآن حتى تتبلور الصورة، ليش هالفروق هاي؟ ولاحظوا مرة قال كنوز ومرة قال زروع. الفراعنة كانوا في الدائرة القريبة منهم، القصور وبساتينهم القريبة، تمام؟ هذول كاين بني إسرائيل فيها، الخدم والمشرفين. مهدير بالكم من خلال المخالطة بصير له وزن. كيف المماليك؟ مماليك الأيوبيين في الأخير صاروا هم الحكام. وين؟ في أي دائرة كانت أخت موسى عليه السلام؟ كانت في الدائرة القريبة في القصور تخدم. ولا كيف قالت لهم هل أدلكم؟ ولكن اللي بدرس تاريخ الفراعنة، من جنات وعيون وكنوز. شوف الكنوز الآن بده يخليك وين؟ في الدائرة القريبة. وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ليش بني إسرائيل وين موجودين؟ في الدائرة القريبة. فأتبعوهم مشرقين، انتبهوا للفاء، مشرقين يعني عند الشروق لما تبعهم فرعون. ليش قال ف؟ أنا أقول لكم، لاحظوا لما طلع فرعون وجنوده مشان يطاردوا بني إسرائيل، انتبهوا الآن، مشان طردوهم، في اللحظة اللي خرج فيها ما كانش بيعلم انه ما برجعش له ولا جيشه. وفي هذه اللحظة برضو بني إسرائيل اللي ما طلعوش ما كانوش بيعلموا انهم ورثوا الأرض، لأنه كل واحد موجود. دير بالكم لما انهار النظام معناته كل واحد ايده على وين؟ ايده على وين؟ اللي مسيطر عليه اصلا واللي موجود فيه هو. فلذلك بمجرد ما خرج فرعون وتبع بني اسرائيل اللي هربوا، مش راح يرجع، انتهى الموضوع، تحققت الوراثه، وراثه بني اسرائيل لمين؟ لفرعون، مع انه بعده ما هلكش. لذلك لاحظوا الايه، فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. إذن هم بمجرد ما طلع انتهى الموضوع، ما هو أصلا مش رح يرجع، وهذول موجودين ومش دارين شو الطبخة، بس هم يورثوا وهم مش دارين. زي اللي بيموت أبوه أو سيده وبيجي الخبر بعد 10 أيام، هو بكون وارث من 10. النظام كله غرق. طب الناس مين؟ الناس مين؟ الناس المتصرفة أصلاً. مين الفرسان الموجودين؟ مين الحراس؟ مين اللي بيشرفوا على البساتين؟ مين اللي داخل القصور؟ مين المشرفين على الكنوز؟ مين الخدام؟ مين الطبخين؟ من مين 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 مين؟ قداش أعدادهم؟ هذول خلاص على طول هم. نيجي للقوم الآخرين اللي في الدائرة إيش؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع؟ لأن ذلك في أي دائرة؟ في دائرة الزروع. وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. عم نلاحظ؟ إذن في وهمين كانوا واقعين في الناس،
الوهم الأول إنه يعني كل بني إسرائيل خرجوا مع موسى وما فيش أي دليل، وأصلا العقل ضد هذا الكلام. الوهم الثاني إنه كل بني إسرائيل بقيوا في مصر 450 سنة، وهذا غير صحيح ولا ممكن يكون.